مدام نجا عبد الرازق جات هي واللي هو المترجم ده اللي هو اللي معاها ده مش عارفه اسمه ايه يوسف شهاب كان معاها. هما الاثنين جم مع بعض في مستشفى الشبراويش ومعهم الخبراء الالمان. من هنا انا اتعرفت عليهم. خدونا تاني يوم رحنا المركز الطبي العالمي برضو كانت هي موجوده هي ويوسف شهاب وعرفنا ان كريم وبعديها كريم دخل عمليات. يوم ما بقت تيجي كل فتره والتانيه فتره ما كريم كان في المستشفى ويوسف شهاب سافر تقريبا مع الخبراء الالمان المانيا وفضلت ناجيه بقت تيجي من كل وقت والتاني. يوم ما كريم سافر كانت معانا في المطار